اسم نعرف من الاول على الزحش. طيب قول لي سبب اقبال الناس او عدم اقبالهم على محل اي سواء ده او غيره. هقول لك على حاجه، كل مهنه بيبقى لها المواسم بتاعتها. تمام. زي مثلا بيجي قبل شهر رمضان بتلاقي الصحفيين والدنيا شغالين، طب انت ايه؟ زي موسم اللحمه بتلاقي قبل عيد اللحمه بتلاقي الجزارين الله اكبر عليها. صح. فكل حاجه ربنا مقسم لها الموسم بتاعها. تمام. انتوا اصلكم من هنا ولا من الصعيد او بحري اصلا؟ طب انت بتقول لكم كم فرع؟ لكم فروع هنا قريبه ولا؟ اول فرع دوت والمحل القديم. طيب المحلات الثانيه اللي بنفس الاسم، في محلات هنا بنفس الاسم؟ في محلات كتير بنفس الاسم بس يعني مش تبعكم. مش تبعنا. طيب فعلا الحمد لله انا مش من النوع اللي احنا مثلا بنجري على الشر او بنحارب الناس في اكل عشان خلاص ربنا كرمك عادي يعني. طيب فبقول لك المحل لو في ازمه في محل من المحلات بتاثر عليكم انتوا في عدد الزباين ولا ملهاش اسم؟ كل واحد بيبقى لقب محله ولقب شغله. زي مثلا لما جه فتره قال لك شركه المياه مش عارف دلتا ولا ايه ميتها مش عارف ايه. صح. الناس بقت تشرب منها ومفيش شهر واتنين الشركه بقت تنزل المنتج بتاعها والناس ابتدت تشتغل تاني. بتبقى مثلا بتاخد فترتها وتعدي. خلاص. المحل قديم تاريخه قد ايه؟ يعني بقاله فتره ولا؟ يعني تاريخكم انتوا قبل كده ولا لسه جداد؟ تاريخ اسم الجحش معدي 50 سنة. 50 سنة يعني معدي 50 سنة. تمام. الحاجة كبير طبعا. الحاجة اسم الجحش. لكن الحاجة كبير توفاه الله ولا عايش؟ الله يرحمه. ماشي يا باشا.